في الشر يزيد ويكشف عن وجهه القبيح ويفتكر اللي يقتل إنه بيقدم خدمة ليه وناسي إن لا شيء يفصلنا عنك ده احنا فيه. يمكن نواجه موت عشان إيماننا بالمسيح نشوف الشر يزيد ويكشف عن ويفتكر اللي قتل انه بيقدم خدمة ليه وناسي ان لا شيء يفصلنا عنك ده احنا فيه. الكنيسة مش بتخاف من الموت دي كنيسة سماوية. الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تملي. الكنيسة مش بتخاف من الموت دي كنيسة هيفصلنا عن محبة المسيح شدة